السلام عليكم، أنا اسمي معاذ، وتخرجت طب هنا في السويد السنة هذاهي، وبديت نشتغل في الإمرجنسي في مدينة ستوكهولم في السويد. طبعا هذا أول بحث نحن درناه كإنسيجن ليبيا. نحن طبعا مجموعة طلاب طب وأطباء كيف ما جمانة قالت، واشتغلنا على مشروع لمينا فيه إحصاءات من مديرية الأمن أنحاء ليبيا، بنجمعه يعني إحصاءات الحوادث، يعني ما فيش أي بحث مديور مجمع ومركز على الإحصاءات. And we found out that it's a big, huge problem. And I'm gonna very quickly just present. We all know road traffic crashes and accidents are a huge mortality and morbidity reason across the world. جل الحوادث اللي أدى لوفيات صغيرة في البلدان low and middle income countries منهم ليبيا، مع أن 60% من سيارات العالم موجودات في البلدان هذين، يعني 40% من السيارات موجودة في البلدان الغنية، لكن هم طبعا يعرفوا يتفادوا الحوادث الشنيعة هذين. It's a leading cause of death across the world for children and young adults aged 5 to 29 years، وحتى في ليبيا للأسف. Risk factors، نحن طبعا عارفين أكثر من حاجة تؤدي لحوادث المرور في ليبيا وفي العالم أجمعين. أبحاث دايرينهن ولاقيين risk factors معينات، وهذين منهن كلهن يعني واحد يلقاهن في ليبيا: badly maintained roads, narrow roads, bad lighting, long remote distances, exceptionally high car ownership and usage. ليبيا طبعا شبه كل واحد عنده سيارة. Lack of belt use، أنت استعملتوا سير آخر مرة، هذه الناس ما يستعملوش في السير. Lack of proper police enforcement. Lack of proper pre-hospital management system. This we're going to listen to more from the great lectures ahead. Lack of widespread trauma care، يعني ATLS trauma care هذه مش موجودة في كل المستشفيات. وبعدين الالكوهول and drugs للأسف طبعا موجودة حتى في ليبيا. Drinking and driving under influence of medications and drugs and alcohol. بعدين 10 risk factors ليش يصير واجد حوادث في أنحاء العالم وخاصة في ليبيا. If we go further، هذا البحث ليه قررنا ندير البحث هذاهي، لأن صدفة خشينا على مديرية الأمن بنغازي وشوفنا الإحصاءات. ولما تشوفوا مثلا السنة الماضية شهر 7 كانت 44 وفاة، يعني 44 شخص في خلال شهر فقط في مدينة بنغازي بسبب حوادث سيارة. يعني هذا يعطي نسبة عالية جدا، 60 وفاة من 100,000، وهذه طبعا الرقم هذا ما يقول لكمش حاجة حاليا، لكن هو رقم عالي جدا دوليا، يعني هو تكون يعني واحدة من أعلى الدول في العالم في الحوادث. So this is an unacceptably high rate، وهذه فقط في مدينة واحدة، يا بل مدن أخرى ومديريات أخرى. طبعا المناظر هذين والصور هذين للأسف نشوفوا فيها too often in Libya. بعدين نخش بسرعة نلقي نظرة على نتائج الريبورت بتاعنا، هو موجود كـ PDF وأي واحد يبيه نقدر نبعثه له، هو موجود على صفحاتنا التويتر وفيسبوك وهذين. غير سريعا هي هيك الفكرة، نحن درنا ريبورت يعني طوله حوالي 30 صفحة فيهن الإحصاءات، فهنا هي السنين يبانا من سنة 2016 ل 2020 وكل شهر كم وفاة فيه، وبعدين أيضا لامين ال injuries serious and light. But in this one I'm gonna just focus in general on traffic deaths. فمثلا هنا هي تبان مثلا في 2020 شهر 7 بنغازي كان فيها 44 وفاة بس من سبب حوادث السيارات. الشهر اللي قبله يعني 35، and you notice that there is a trend that it's getting more and more. يعني هنا السنة 2016 17 وأكثر وأكثر، يعني كل سنة وأكثر. And then the amount of accidents is also incredibly high. طبعا ما ننسوش نحن هذين فقط الوفيات، لكن فيه severe injuries، يقعدوا paralyzed، يقعدوا يديروا لها amputation، يديروا يعني في حاجات خطيرة جدا يصيرا، وهذين أرقام عالية جدا. فعندنا إحصاءات من إسراتا نفس الشيء increasing very very huge rates of accidents.
زليتن طبعا الطريق اللي تربط بين زليتن ومصراتة. عندنا الزاوية حتى هي much of an increase الطريق الساحلي ترى هنا as well. غريان صبرات يا yeah, غريان صبراتة very big rates of death. طبرق البيضة سبها. And then to conclude, and these are just some of the cities we have in the report. لكن خلاصة العامة على المشروع هذاهي هو بأن هذا أول this is the first comprehensive public review of Libyan traffic accident statistics in major cities after 2010. وحتى اللي قبل 2010 ما كانش فيه ملفات واضحة. Traffic accidents, injuries and deaths are increasing in most of cities of Libya. Traffic accident injuries and deaths are a major public health emergency. هذه مشكلة كبيرة 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 في ليبيا, وليبيا حاليا تصدر الأولى في حوادث السيارات ووفيات حوادث السيارات. This is a big problem, and it's not just, it's something that has to be acted upon. Traffic deaths and injuries in Libya are preventable, and further data collection, analysis and research need to be done. And then finally, trauma care and pre-hospital management is neglected in Libya. Ambulance systems, paramedicine, trauma care, all of these aspects are something that's been neglected, unfortunately, even though the long distances of the country. So public awareness on this emergency is very, very important. هذه هي جزء من المحاضرة. طبعا, it was a rather brief, quick, but I hope you guys got something, some use of it. And then طبعا report موجود عندنا, وقولوا لي لما إذا أي حد يبيه أو نبعث لكم الرابط if there is an interest for that. وبارك الله فيك. شكرا.